أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن مصر دولة ذات سيادة، لافتا إلى ضرورة احترام القوانين المصرية بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وطالب غوتيريش بإعلان وقف إنساني لإطلاق النار في غزة لحماية وإغاثة المدنيين. نحن في بلد ذات سيادة مصر، وهذا ضروري لإدراك للإقرار بقوانين المؤسسة المصرية باسم الهلال الأحمر المصري من أجل أن تحويل نقل المساعدة. لهذا الجانب يجب أن نوفر الوقود، لذا يجب أن نضمن وجود وقود كافي في هذه الجهة لأوصالهم للمحتاجين. لذا واضح للغاية أنه ضروري جدا حل هذه المشكلة في أسرع وقت وبسلاسة، لتأكيد هناك دعم كبير وإنساني للشعب في غزة. للأسف هذه ليست عملية إنسانية عادية، هذه عملية في منطقة حرب، وهذا هو سبب مناشدتي لإطلاق الوقف إطلاق نار إنساني.